شاملة ومية فوائد عظيمة وعديدة ولها فوائد كثيرة. أولا بتنزل الدهون، بتخسس أسرع ما يكون، ولا رجيم ولا دكتور، بتخسس. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا بتنعم البشرة. ثالثا بتطول الشعر، بتنعمه يعني، واليدين وكل ما شاء الله، لأنه يعني حامض قلوي ليمون، يعني سواء مخلل أو أخضر أو عصير، أو العصير يعني ساعة ما بقيت أشربه على طول حسب مزاجي، بقيت أشرب أول يعني أشرب كوبايتين أو 100 حسب ما أنا عاوزة، لأن ما شاء الله وخلاص إن شاء الله تظبط النفس كده على كده ما شاء الله. من الله 85 كيلو نزلت، بقيت في حاجة و50 ما شاء الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا. وثانيا المشروبات، نشرب الحاجة من غير سكر، قليل من السكر وقليل من الملح وقليل من الأكل، يعني بدل ما ناكل 5 مرات 6 مرات 3 مرات 4 مرات هكذا خفيف، بس أنا باكل بشبع الحمد لله. إنما لو قمت أكل لازم أنظف الأطباق كده عشان تدعي لي، يعني الرسول خير يعني العلاج، يعني نظف الطبق عن كان والد على طول كان ياكل ويقوم يغسل الطبق بتاعه سبحان الله، يعني حتى يشرب الشاي يقوم يغسل الكوبايه، يشرب عصير يقوم يا بابا ما قاعده او ما انت الشاربه ولا انا اللي واكل ولا انا اللي ننزل بقى في الدوره ما شاء الله، وهيبقى نزل قوي بس حسب اللي طيب ما شاء الله. ان شاء الله بعد ما نشرب الميه عاد ونتكل بعد احنا عاد ما شاء الله ما شاء الله اللهم مش كل واحد اللهم صل على النبي.